حكينا عن بداية الأغنية بحفل الليلة، هالأغنيات خاصة الأغنيات اللي بتغنيها للبلد اللي بتزوريه بيبقى لها رونق خاص من الكلمة للحن، واليوم حسينا بهالعنفوان والشموخ اللي دخلت فيه على المسرح، وبالمقابل حسيتي بحماس من الجمهور اللي قبل هالأغنية الجديدة بشكل كتير تفاعل معها. هل ورد ببالك شوي اسم الشاعر الكبير الراحل عصام صغير بهيك نوع أغاني خاصة؟ ما تعودت عصام الله يرحمه وأنا أنه نفوت على بلد عربي من دون ما نحمل هدية بصوتي من لبنان وبشعره للبلد اللي احنا رايحين عليه. هذه تعتبر من قيمتنا مش من قيمة الناس اللي احنا بس اللي رايحين نغني عندهم. ويمكن عصام بالعربي فأسني لما كنت بدي اجي على الكويت وبدي اعمل غنية، بس الدنيا بدها تستمر وبدي اقدم تحية لعائلته وقال لهم انه هو خسارة كبيرة مش بس الي انا، يلي كان هو اخذ مطرح كبير بقلبي وبفني وكان دعم كتير بالنسبة الي. وبقول انه كمان غنية الكويت هي من كلمات الاستاذ الياس ناصر كمان الله يطولنا بعمره، كمان عندنا شعراء كثير بلبنان مهمين وكلهم سوا مستدركين الاغنيه اللبنانيه والقضيه اللبنانيه. ان شاء الله على طول بتوصل الاغنيه اللبنانيه مش بس يعني مع شعراء يعني بيمرقوا بتاريخ نجوى كرم، كمان للمستقبل كمان تضل الاغنيه اللبنانيه انا معروف يعني خلص صار في ارتباط الاغنيه اللبنانيه نجوى كرم الغنيه الحمد اللبنانية. لله الحمد لله. بدي لاول مره استغل صداقتي معك. كيف يعني؟ يعني لأول مرة رح استغل صداقتي فيك، وهي أول مرة بعملها، بس رح اسمح لحالي إني استغل هالصداقة لأنه بدي أطلب منك توضيح في مفاجأة كبيرة عم ينحكى عنها بتكتم كتير كبير بلبنان، بس أنا بدي أطلب منك توضيح لنعلن الليلة. ما تزعلي مني لأنه مش زعلانة مني، هلا نسينا إحنا أصدقاء هلا بس هلا نحن أربع دقايق أصدقاء ومكان، حتى بعرفك إنه بعرف لباقتك وأناقتك بكلامك مع كل الفنانين، ما بتقدر إلا ما تكوني صديقة لأنك مصادقة رسالتك كمان الصحفية كمذيعة. وبقول لك إنه هذه المفاجأة لو أعلنت عنها هلا بتبطل مفاجأة، مش خبصا مني لا سمح الله انه ما بدي اعلن عنها، انما لحتى تكون المفاجاه فعلا مفاجاه جميله ان شاء الله تتحف كل لبنان والعالم العربي وبلاد الاغتراب. ما رح زعلك اكثر بس رح اعتب هلا، خليني افوت على العتب، يلا رح استغل هذا الموضوع بعدين. يعني بحس انه مش لازم بقى اعمل مقابلات معك. هلا رح تكون اخر مقابله، ما زال هيك رح استغل الموضوع كثير منيح. بدي اقول لك عتب، لكن عتب من الجمهور من روتانا، ليه ما بتصوري كليب؟ سمعت العتب لانه انا كمان عتبانه على العين لنست الناس الدينه، مش كل الناس ولو اسم كبير، بس هالاسم الكبير كان في كتير مطربين كبار حابين يثبتوا وجودهم أكثر على السمع لحتى تطرب الدينة قبل العين، والعين تبقى في تناغم وتناسق ما بين العين والدينة لحتى تكتمل الصورة والصوت. أما بزعل وبحزن كإنسانة مش كفنانة لما بحس إنه أغنية ناجحة عبر فيديو كليب مش يعني محتم أن تكون أغنية ناجحة كلام ولحن وصوت. هيدا بالإضافة لأنه أوقات منصور أغنية بتكون على حساب ألبوم، نشتغل ألبوم سنة كاملة من دريب عيوننا وبرموش عيوننا، منلاقي أن الأغنية المصورة هي الدليل على كل موضوعية الألبوم، وهذا غلط. يعني أنا فيني أخذ مثل بسيط بأغنية أوعى تكون زعلت، صورتها بألبوم تهموني، مش هي اللي متكلة عليها ومش هيك فت أنا على الناس. تعصرنت وحبيت المعاصرة لفوت على قلوب الشباب الصغار، بس كانت هيدي النقلة وكأنه حسست الناس أني أنا بعدت عن اللون أنا بغني، رغم أنه في 6 أغاني بالألبوم كتير بتشبهني ولا يمكن بعيد عن حالي. فهذا موضوع
خليني شكك بهالخطة هيدي. في حل. ايه؟ في حل. شو هو؟ صوري كل الالبوم، ليش لا؟ بالبالك عندك صوت. حبة قبل الاكل. نعمل مثل غيرنا، حبة قبل الاكل وحبة بعد الاكل، يعني نجوى كرم. بتعرفي؟ قريب شهر خمسة. بتعرفي شو بننطر منك كل سنة بشهر خمسة؟ أكيد بننزل ألبوم. صح، ونحن ناطرين. مين نحن؟ نحن الجمهور كله ناطر إن شاء الله. مش بس الجمهور، نحن كمان الجمهور وروتانا وكل الناس ناطرة. إن شاء الله. إن شاء الله شهر خمسة بيكون قدوم مساعد وبيكون حامل النجاح لإليك. يا رب. ومسيرتك تضل مكملة لامعة ومشرقة بكل بلد بتطلي فيه، لأن نحن بنفتخر، أنا كلبنانية بفتخر إنه أنت من بلدي. الله يخليك. وعم تنقلي هالغنية وين ما كان. الله يخليك. مرة ثانية، آخر مرة بستغل صداقتي معك، خلص. بس وعديني، ما مش اخر مره بيكون في مقابله بيني وبينك. ولا مره مش رح يكون في الا الصداقه والمحبه يلي بتجمعنا، الرساله وحده. وانا كمان بشوف حالي فيك كمذيعه، هيدي منا جلسه تكريم، بس حقيقه انا بشوف حالي فيك كمان. تحيات المخرج احمد الدغجي بنقول لك اياها هلا على الهواء، وهو معنا اكيد. وانا كمان كثير بدي اشكره، وبدي اشكر رانيا كمان اللي قدمتني كثير حلو. بشكر كل اكيب العمل، بشكر السيد سالم الهندي والاستاذ عبد الله رويشد يلي ذكروني وحسسوني اني لازم شارك بهيدا المهرجان، يلي بحس فعلا بوجودي الفني على الساحه الفنيه من كل قلبي. وبشكر خيي الصغير يلي انا بحبه كثير، توني سمعان، اسمحي لي اني اشكره عبر تلفزيون روتانا. وبقول لتلفزيون روتانا لا شك انه بفتره كثير بسيطه قدروا حققوا الكثير وعملوا انجازات كثير كبيره واثبتوا فعلا انه مسبقين. ان شاء الله بتضلي كلامها على شاشه روتانا. شكرا. ونحن بنكبر فيكي كمان، واكيد شركه روتانا بتكبر بنجومها الكبار مثلك. شكرا شمس الغنيه، وان شاء الله بتضوي على العالم كله. شكرا لكم، وكل عيد وانتم بخير لكل شعب الكويت الحبيب ولكل العالم العربي.